بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نرحب بكم أحبتي المشاهدين الكرام في أولى حلقات برنامج ترند الشباب. بداية دعوني أرحب بضيفي الدائم معي في البرنامج والذي سيرافقني في هذا البرنامج إن شاء الله، الأستاذ لطيف الحسناوي، الباحث الاجتماعي والتنموي. حياك الله أستاذ لطيف، ورحب بك في أولى حلقات برنامج ترند الشباب. حياكم الله، الله يحفظكم، الله يبارك لك. بداية حتى نوضح نبذة مختصرة وتوضيحية عن برنامجنا إن شاء الله. برنامج ترند الشباب يوحي بأهم وأبرز اهتمامات ومشاكل وقضايا وملفات الشباب الشائعة والرائدة حسب ما تشير لها كلمة ترند، وترجمتها في اللغة الإنجليزية هي الشائع، فعلى هذا الأساس أو الرائج، فعلى هذا الأساس تم اختيار هذا الاسم ترند الشباب حتى يكون عندكم واضح وما يكون هناك اشتباه في فهم هذا الاسم. بالبداية كذلك نوضح لمشاهدينا الأحبة أنه البرنامج إن شاء الله راح يكون كل يوم سبت الساعة 8 وبشكل مباشر. اليوم موضوعنا أستاذ لطيف راح يكون عن الشباب ذاتهم وعن أهم مرحلة عمرية يمر بها الإنسان في حياته، ولكن خلينا نستهل هذه الحلقة بتقرير قصير ومن ثم نرجع. إذن مشاهدين الكرام نروح وياكم نشاهد التقرير ونرجع لكم. وعصر الاكتشاف والتقدم هي المرحلة الأجمل والشريحة الأهم لتقدم الأمم والشعوب، فالمجتمع الذي يمتلك هذا العنصر الثمين يمتلك القوة والحيوية والتقدم على سائر الأمم، وليس العراق ببعيد عن هذه الشريحة، إذ يعد من أكثر دول العالم شبابا، وحسب إحصائية نشرت على موقع الأمم المتحدة لعام 2014 تقول أن نحو 50% من السكان هم تحت سن 19 عاما، ثروة بشرية تحسدنا عليها الدول الهرمة، في الوقت الذي لم تأخذ هذه الشريحة فرصتها الكافية في بناء ورسم مستقبل البلد، حتى أصبح عدم الشعور بالمسؤولية أمرا سائدا بين أوساط الشباب، وحتى استحال البيت الشعري لأبو العتاهية إلى صورته الجديدة المعاصرة للسان حال الشباب: ألا ليت المشيب يجيء يوما فأخبره بما فعل الشباب. إذن أرحب بكم مرة أخرى مشاهدينا الأحبة، وأجد الترحيب بك أستاذ لطيف، وحياك الله في أولى حلقات برنامجنا ترند الشباب. بداية خليني ألتمس من عندك تعليق: ألا ليت المشيب يجيء يوما فأخبره بما فعل الشباب، وما هو تعليقك على هذا البيت؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الزهراء عليه السلام، ويعني كان بودنا أن يكون الحلقة مخصصة لهذه الذكرى العطرة وأخذ وقت في الحديث عنها، لكن الموضوع لا يسع حقيقة، وإن شاء الله يكون في حلقات أخرى. الشباب رصيد، أنا ضد هذه المقولة: لا يأت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. كل عمر إلى أجواء وإلى تجاربه وإلى مواقفه وإلى خبرته، بالعكس يعني كل ما يزيد الإنسان نضوج عمر، كل ما يزيد نضوج، كل ما يزيد تجارب، كل ما يزيد خبرة في الحياة. فبالتالي الفرق ما بين الشباب والكبار أو الشيوخ كما تفضلتم أو أصحاب المشيب هو الحكاية والبيان للتجارب والمواقف التي يعني عاشوها، وكيف كانت الحكمة من تلك المواقف والخروج منها. هذا الفرق. فهذه المعاناة أو الصورة التشاؤمية في الشباب في كأنما توحي المقولة في حالة من التشاؤم واليأس وحالة من الازدراء وحالة من الشكوى في إيقاع الألم. بالعكس، الحياة هي منغصات، ولكن هي يعني الإنسان يكون فيها سعيد عندما يتجاوز تلك المنغصات ويضع الحلول، وتكون له حكمة وخبرة في تلك المواقف كي يعطيها للآخرين، سواء كانوا كبار أو صغار ممن لم يعيشوا ذلك الموقف. طيب، لربما تكون هذه المقولة هي نتيجة أو تحصيل حاصل لمرحلة معينة أو لأزمة معينة أو لأزمات
وبيئة خاصة الشباب العراقي. نعم. يعني وخاصة المجتمع العراقي والشباب العراقي. طيب اليوم الزملاء في القناة عدونا استطلاع وإن شاء الله نشاهد هذا الاستطلاع. هذا الاستطلاع جاء تحت سؤال ما هي أبرز مشاكل الشباب في المجتمع وخصوصا في المجتمع العراقي. خلينا نشاهد سويا هذا الاستطلاع ونرجع إن شاء الله لفتح ملفنا بصورة أوسع. إذا مشاهدين الأحبة نشاهد الاستطلاع سويا وراجع لكم. طبعا التحديات المصاعب اللي تواجه الشعب العراقي اغلبيتها عدم توفر فرص العمل، عدم توفر التعيينات من قبل الدوله، عدم منح الشعب العراقي الثقه اللي هو مثلا بالاماكن اللي يشتغل بها، وحتى ان كان توفرت هي فرص العمل تشوف انه هو ابو العمل او صاحب العمل ما يجيب مثلا الشاب اللي هو موجود، لا الا يجيب ابن اخوه اقاربه او هذا ولد الاغلب يعني الناس المعروفين على مستوى، فتشوف الشعب العراقي يلتجئ المقاهي او غير المقاهي، وهاي تجد البطالة كلش كثيرين. أضاف لهاي أنه حتى إن كانت تتوفر فرص تعيينات تلقى الموظفين أغلبية عمر 40-50 سنة بالخدمة وهو ما يطلع تقاعد بعده، لكن سر في عمر محدد حتى توفر فرص أكثر للشباب. الشاب العراقي عانى من كل شيء، سكن، وظيفة، يريد يتزوج، يعني ماكو لا عنده سكن عمود يتزوج ولا عنده وظيفة يعني يداري عائلته بيها. يعني باقي شباب العالم كذا مرتاحه، يعني باقي الدول بس العراقي هنا ملعوب بطوبه بسبب ذول الحكومه الفاسده. فرصه عمل ما جاي يلقى، سكن ما 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 عنده سكن، لا فرصه عمل ولا سكن. يعني لو لاقي له فرصه عمل يقدر مثلا يسكن ايجار سوى، كل شيء ماكو. يعني الضم ضم يا حاله. اليوم احنا كشباب عراقيين عندنا هواي او ما ماخذين استحقاقنا في هذا البلد، مثل ما نشوف الدول بصوره عامه عندهم الشاب لهم إلى فرصة عمل إلى مستقبل. وبهذا السبب اليوم احنا شبابنا اغلبهم راحوا لغير دول خصوصا اوروبا، يقول انا اشوف مستقبلي، بس هو مستقبله هنا بس ما حد موفر له مستقبله. ان شاء الله بالمستقبل يكون العراق اجمل والشاب العراقي إلى فرصة ان شاء الله. طبعا اذا تلاحظ الشباب العراقي يعني حاله حال اي دولة، احنا ما نقول العراق افضل من دول او ولا الدول الباقيه المجاوره ولا افضل من العراق، اي دوله تلاحظ انه اكو فقر، اكو فرص عمل غير متوفره للشاب. يعني اذا نحكي عن الشاب العراقي يتعب سنين يدرس ويجاهد ويسهر ليالي، لكن نهايتها نتيجه هذه الشهاده وين راح تكون؟ للمعلقه على الحائط. اللي نطلب منه انه هذا الشباب شنو يحتاج؟ يحتاج فرصه عمل، يحتاج تأمين لحياته، يحتاج وضعه يترتب، انه اكو مني عيله، اكو من يفكر بي. تلاحظ اكو الدول يعني موفره فرصه عمل بسيطه له، يبدي من مشروع صغير يطوروه له، ينموه له، يشجعوه. العراق بي خبرات، بي يعني عقليه متطوره، لكن ما مستفادين منها. ياما شبابنا، ياما بنات، عندنا بنيه بالكوفه اخترعت جهاز تصفيه وتنقيه وما اعرف، هواي هواي محاولات، لكن وينها؟ ظلت مقبوره داخل ابحاثها، داخل اوراقها. هاي الشباب يحتاج مجرد يعني تمويل بسيط انه يخلق منه طاقه. البلد بيش ينهض؟ ينهض بهمه الشاب. الشاب اذا اني اكبت بطموحه، اكبت باحلامه، اعدم، مستحيل راح ينهض البلد، مستحيل. فعسى وعلى بالحكومه الحاليه انه توفر ولو فرصه بسيطه، تبدا من الصفر ويا الشاب. اي شاب يحتاج فرصه عمل مثل ما ذكرناها، تامين على حياته اللي اهم من هذا كله، تامين على حياته، من يمشي بالشارع هو مؤمن، لا الاعلامي عنده امان ولا المحامي ولا الطبيب ولا ولا ولا. فهذا اللي نحتاجه، فرصه عمل وامان للشاب واحترام الذات. المواطن اذا ما يكون ببلده محترم مستحيل راح يحترمه اي دوله. طبعا اكيد اذا تكلمنا عن مشاكل الشباب بالعراق والعالم، من المؤكد ان مشاكل الشباب العراقي تختلف عن مشاكل الشباب في دول العالم سواء كانت العربيه او الاجنبيه، منها المسلمه وغير المسلمه. الشباب العراقي اليوم يمكن من اصعب مشاكله هي كسب لقمه العيش، تكوين حياته، ممكن منزل يبدي به حياته، فرصه عمل يقدر يرتب حاله حتى يقبل على اكمال نصف الدين وهو الزواج. يمكن باقي دول العالم ما عندهم هذه المشاكل، ربما باقي دول العالم عندهم مشاكل ثانيه ينشغلون بها، لكن الشاب العراقي من اهم مشاكله هو الخطوه الاولى لتاسيس حياه، الخطوه الاولى لتكوين اسره. نعرف اليوم كل شاب سواء كان حامل شهاده او لم يحصل على شهاده اكاديميه يتمنى ان يجد فرصه عمل
يأسس بها لمعيشته أولا، لكسب رزقه وأيضا لتأسيس عائلة. هذا من ناحية الشاب العراقي. كذلك من الجانب الآخر هو الجانب الفكري والثقافة الفكرية. اليوم الشاب العراقي طبعا مو الكل لكن الأغلب ابتعد عن جانب الثقافة الفكرية، ربما اليوم نثقف بالثقافة السريعة من مواقع التواصل الاجتماعي، أما كتب وقراءة كتب ونشاطات ثانية يمكن قليلة موجودين عندنا شباب، لكن ما برز عندنا شاب اسم لامع كما كان في السابق، يعني يكون شعراء سابقين الأدباء السابقين. لذلك نتمنى أنه الشاب العراقي أكيد لو كان هو مرتاح باله مثل ما نقول ومأمن حياته راح يتجه إلى الاتجاهات الثانية اللي يطور بها الجانب الفكري والإنساني وغير ذلك. أما إذا نتكلم عن الجانب الشباب العالمي فيختلف من دولة إلى دولة، من ثقافة إلى ثقافة، من ديانة إلى ديانة. أكيد كل بلد إلى مشاكله، ونشوف حتى في الفترة الأخيرة حتى فرنسا اللي تعتبر بالدولة الأوروبية هي مستقرة تماما، لكن نشوف التظاهرات ومطالبة بالحقوق اللي تفرضها الضرائب وهي جزء من مشاكل الشباب في الدول الأوروبية. إذن شكرا للزملاء اللي عدونا هذا الاستطلاع، وشكر كذلك للمخرج وراء الكواليس والإخوة العاملين في البرنامج. إذن أرحب بك مرة أخرى أستاذ لطيف، وحياك الله في أولى حلقات ترند الشباب. الله يخليك. هواية مشاكل انطرحت في الاستطلاع، وقد تكون هناك حتى مشاعر وأحاسيس تحسها تشاؤمية، تحسها يعني الواقع كثيرا مؤثر في نفوس الأفراد داخل المجتمع، سواء على الذكور أم الإناث. خلينا نبدأ من نقطة مهمة ونتفق على نقطة مهمة، وهي هل تختلف نظرة الدين إلى الشباب قبالة نظرة المجتمع؟ إذا تسمح لي أعلق على التقرير أو الاستطلاع ثم أجيب لك. أهم مشكلة اليوم يعاني عندها الشاب العراقي اللي هو شاب طموح، وضمن تصنيفات شاب ذكي وشاب نبوغ وشاب شجاع وشاب يشعر بالمسؤولية. الأضواء قاعد تسلط للأسف اليوم، ومع الأسف حتى يعني مع دراية البعض، تسلط على الجوانب السلبية لدى الشباب أو الجوانب التشاؤمية لدى الشباب. اليوم عندنا شباب واعي، واضح احنا اليوم قريبين جدا لإعلان النصر العالمي، يعني اعتبر عالمي حقيقي، لأن كان العراق هو بوابة قطع الطريق على تلك على داعش. نعم. من الذي لبى ذلك النداء ومن الذي وقف للدفاع عن البلد؟ هم الشباب. أول من استجاب وانطلق هم الشباب، بالرغم أنه كان يعاني نفس هذا الشباب، لا يملك العمل ولا يملك يحتاج إلى سكن يعني خاص به، ويحتاج إلى زوجة، ويحتاج إلى الشاب اللي يطمح به سيارة وعمل وكذا، لبى النداء. هذا الجانب الإشراقي الموجود الإيجابي هو أكثر من الجانب السلبي، ولكن مهمل. مهمل. أعتقد في 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 وجهة نظر القاصرة إنه المشكلة الأساسية اليوم في الشاب العراقي هي عدم فهمه. عدم فهمه. اليوم أكو حلقة مفقودة بين المربين وبين الشباب، بين الآباء وبين الشباب، بين النخب اللي هي تقود البلد سواء سياسيا أو فكريا، وبين الشباب. الشباب كأنما حقبة موجودة مهملة، عدم مراعاتها. مو طموح الشاب اليوم فقط البيت والسيارة والعمل، الشاب هذا مستقبل، هو يقود الأمة، هو يقود البلد، يحتاج لبرامج، وهي مسؤولية الجميع. نحتاج الإصغاء. الشاب اليوم مشتت نتيجة الضغوطات الإعلامية، نتيجة الضغوطات الموجودة، العالم كله اليوم ده يستهدف الشباب في مسألة تغيير تفكيره، لكن الخطاب الموجه نشوفه ضعيف حتى في المستوى الإعلام الموجود اليوم. نعم. قد يكون نوعا ما، ولكن الخيرة في هذه البرامج وغيرها التي التفت للاهتمام. هذا فقط حبيت أبين النقطة ضعفنا اليوم الموجودة، عدم استهداف الشباب في بيان الأسئلة المهمة المصيرية. اليوم ترى الشاب بين قوسين يبحث عن ميمات ثلاث حسب ما يقال: الملك والمرأة والمال. هذا التصور الأولي، لكن هناك لابد أن يبحث عن تصورات أخرى، طموحات أخرى، طموحات أخرى هي تجده في الدنيا تجعله مسؤولية، وفي الآخرة تجعل له قرار مستقبل. ولكن هذه الثلاثة هي القاعدة الأساسية اللي ينطلق، اللي هي انطلاق الدنيوي. أنا أعتقد المشكلة اليوم الشاب العراقي وحتى في باقي الشباب هي عدم معرفته، عدم معرفته في سبيل معرفة ميوله، أهدافه، باعتبار الشخصية لها أبعاد معنوية، احتياجات المعنوية شنو؟ ماكو هاي التساؤلات. بعد عاطفي اليوم يحتاج له
تفسير للاندفاع العاطفي، الفرز ما بين العاطفة وما بين الغرائز. اليوم جدلية الفرق بين الجنس والحب، أيهما الطريق وأيهما الغاية، تساؤلات موجودة عند الشباب. التركيز ده يصير على الغرائز، القصد يعني البعد العاطفي والبعد النفسي والبعد الاجتماعي والبعد الفكري والبعد الروحي، كل هذه التساؤلات نحتاج أن نفهم الشباب كقاعدة عامة أبعاده، ومن ثم الشاب العراقي استهدافه في إيضاح هذه الطريق. اليوم الرؤية مشوشة. طيب ان شاء الله استاذ لطيف حتجاوب على كثير من التساؤلات، والاعداد مليء بالاسئله المنوعه عن الشباب، ولكن خليني انطلق وياك من السؤال اللي ذكرته لحضرتك. هل ينظر الدين الى الشباب نظره مختلفه عن ما ينظر له القانون والمجتمع؟ اكيد المجتمع نظرته تكون احيانا عرفيه قاصره، وقد تكون من بين تتباين بين من مجتمع الى مجتمع. القانون يضع القوانين التي تعطيه حقوقه، وينظر قد يكون للاعمار فتختلف. الدين يعني تعريف الدين هو عقيدة ينبثق منها نظام للكون، تصور رؤية كونية عن العالم جميعا، وإثبات وجود الخالق وصفاته وأفعاله وسلوكياته اللي هي تتجسد بأفعال هذه الرؤية انعكاسه. يعني هو يتصور بأصول الدين ثم تنعكس أصول الدين، تترجم من خلال طاعته بالجانب الفقهي. الدين يصور الشاب بتكليفه، أول ما يشرفه في تكليفه، هذه الطبقة الموجودة عندما يبلغ الشاب بتلك الصفات اللي تذكرها كتب الفقهية، الولد أو البنت، ثم يكلفه يشرفه في مسألة الجانب العباد، ويضع عليه مسؤوليات ويضع عليه حقوق حقوق وواجبات. فالدين منين أجى هذا المنهج؟ عندما جاء به الرسول أكرم صلى الله عليه وآله، جاء من الله الحكيم الذي متقن في فعله ومنزه عن ما لا ينبغي فعله. فبالتالي من يضع القانون هو الذي يعرف بآثار القانون الفعلية الفائدة للشباب، وهو الذي يعرف مدى تأثيره في سلوكه وفي آخرته. قد نكون قد دخلنا في فلسفة شبابية، أنا طبعا أحب أبتعد عن المصطلحات حقيقة. نعم نعم، ونحاول قدر الإمكان أن تكون يعني توضيحاتنا ويعني كلامنا إن شاء الله واضح لشبابنا الأحبة. طيب أستاذ لطيف، قبل لا أذهب إلى سؤال آخر، خليني أنوه لمشاهدينا الأحبة بإمكانية مشاركتهم موضوعنا لهذا اليوم، وإبداء آرائهم وطرح قضاياهم واستشاراتهم عن هذا الموضوع من خلال الهواتف الظاهرة أسفل الشاشة إن شاء الله، وكذلك متابعتنا على البث المباشر على صفحة الفيسبوك، صفحة قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. أعود إليك أستاذ لطيف، اليوم نشاهد عدم وجود رؤية واضحة عند الشباب من ناحية التفكير، يعني هناك تخبط بين مثل ما يعبر عنه بين الاتباع والإبداع، ما هو السبب؟ طبعا أنا أحاول مثل ما تفضلت ذكرت لكم أنه أبتعد عن المصطلحات. نعم. وهذا راح أجد صعوبة به إن شاء الله تساعدني به. هي مسألة الرؤية ما معنى الرؤية في الجانب العقائدي وما معنى الرؤية في الجانب التنموي، تختلف. طيب يعني الرؤية في الجانب العقائدي هي التصورات الموجودة عن الكون، خالق الكون، أفعاله وصفاته. الرؤية في الجانب التنموي تنظر للتخطيط الاستراتيجي القريب المدى اللي في 5 سنوات. بشكل عام التصور، اليوم التصور الرؤية مشوش عند الشباب، وهذا مو قصور فيهم، هذا قصور نتيجة عدم توجيههم. اليوم الرؤية مشوشة، تشويش من جهة ضبابية ومن جهة قصر نظر. الضبابية سببها الإعلام الموجه السلبي في دفع الشاب للاهتمام بجوانب قد تكون هي متطلباتها لكن دون الجوانب الرئيسية بصورة أول. الرئيسية، اهتم بنفسك، اهتم بغرائزك، اهتم بحياتك، اهتم بعمرك، ولكن مستقبلك وين؟ بناء شخصيتك وين؟ حقيقتك يعني حقيقتك كونك شاب وكونك عراقي وكونك نشاطات أو هناك فعاليات تنشط في هذا الجانب حتى تصنع برمجة لغوية عصبية حسب ما تعبرون عنها في التنمية اللغوية، أنه تودي الشباب بغير اتجاه هذا وليس موجود. الاتجاه اللي المفروض يروح. أنا أقول عندنا اليوم الشاب يعاني. أنا اليوم حقيقة وأنا أعلنها في هذا البرنامج أنه اليوم أنا مع الشباب حتى مع بعض اخفاقاته وبعض سلبياته لان ما موجه، اعذره بهذا الجانب. اغلب الشباب 90% 99% الشاب اليوم ما واضحت له الرؤيه، واذا واضحت له الرؤيه في الصح والخطا والتمييز بين الابيض والاسود عنده مشكله ضعف الاراده، يحتاج له جدوله لتقويه الاراده من جهه، يحتاج له بديل موضوعي. اليوم ان الدنيا قائمه وقاعده على لعبه مثلا
ودا يتهم الشاب. الشاب شنو البديل؟ الموضوع بدأ هذه اللعبة. قعدت وياه افتهمت نفسيته وين. أنا دا أعاتب المربين، أعاتب الآباء. اليوم إذا ما تصاحب ابنك، رواية تقول اتركه سبع وأدبه سبع وصاحبه سبع. سبع وين هاي السبعة اللي تصاحبها بي، اللي هي من الـ 14 إلى 21 وين؟ كلها عبارة عن لوم وانتقاد. طبعا أحكي الآباء للأبناء، المربين للأبناء، والأمهات للبنات. سرقة الأبناء، سرقة البنات، سرقة الجهات تتعاطف وياها وتتكلم وياها غريزيا عن طريق مواقع السوشيال ميديا، عن طريق الفضائيات، عن طريق البيئة المدرسية اللي ممكن تروج بعض الأفكار تحرف هذه الشاب أو الشابة عن الانصياع للأب وعن الانصياع للأم أو الانصياع للمربي بسبب عدم وجود صداقة حقيقية فعلية. سابقا كانت البنية صديقة أمها والأب صديق أبوه، كان هذا الجدول. أما اليوم فارقين، عندنا مشكلتين. فارق توجيه إعلامي وضغط كبير جدا على الشباب من جهة، والأب والمربي مدى يلعب دور الصداقة، وبعدين يجي بس يلومه ليش تلعب كذا، ليش يسوي كذا، ليش ابتعت على البيت كذا، ليش سهران كذا، ليش هذا تقييد. بالتالي بدت المنادات بالهجرة ومنادات بالتمرد ومنادات بالعناوين الحرية والتحرر، وإحنا قاعدين بس نلوم بالشباب وما نجدهم، لا نجد لهم بديل موضوعي ولا نفهمهم ولا نحتويهم. أنا اليوم أوجه رسالة، اليوم الشاب، كل شاب خاصة الشاب العراقي، ما يلام 90% الملامة على المربي، 90% الملامة على الآباء والأمهات. هاي الملامة، أنت كل صديق 5% تروح للحكومة. شنو رأيك؟ لا، الحكومة طبعا احنا ما ناظرها بجانب سياسي. مشروع الأساسي تتحمل الحكومة بمن؟ بتوفير فرص عمل. صحيح، هذا طيب. احنا متجاوزينه. طيب. انا اقول اول من يرسم الرؤية للشاب والتعريف هو المربي والأب. المربي هو المدرسة والعائلة. نعم. اذا كان القصور في الاثنين فهنا الشاب وقع بين المطرقة والسندان. نعم. تجي الدور الثانوي اللي هو الحكومة مثلا. الحكومة اللي يتوفر فرص، طبعا توفر جانب بيئة دراسية، بيئة مدرسية، جانب ثقافي، اهتمام بالشاب، وضع جدول لكثير من المشاريع اللي تحتوي طاقاته. في وقت سابق كنت أتذكر أنه أكو منتديات شبابية حكومية رسمية تجمع الشباب أسبوعيا، تقيم فعاليات، تقيم نشاطات منوعة للشباب، يعني تستقطب المواهب الموجودة في المجتمع الشبابي. الآن يعني هذه المنتديات أغلقت وهجرت من قبل الشباب بسبب الإهمال. فصارت المشكلة مشكلتين. أحسنت، خليني أخذ اتصال وعذرا على المقاطعة حتى لا نتأخر على المتصل. حياك الله يا أبو حسن من واسط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسمعنا من الهاتف يا ابو حسن. اسمعنا من الهاتف يا ابو حسن. اسمعك. طيب. تسمعني يا ابو حسن؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ابو حسن يا ريت تسمعنا من الهاتف وتنصي او توطي صوت التلفزيون، ونتمنى أن يعاود الاتصال بنا مرة أخرى أبو حسن. طيب أسألها أستاذ لطيف، خليني أدخل في موضوع مهم جدا. التعليق على النقطة هاي، عفوا. نعم تفضل إبراهيم، أنت ذكرت نقطة مهمة، هي كان هناك منتديات أو بعض البرامج الثقافية اللي تهتم بالشاب. الشاب العراقي في تلك الفترة لم يكن يعاني من ضغط هائل إعلامي كبير. نعم. ولا مواقع السوشيال ميديا ولا هذه البيئة التي كان حبيس قناتين فقط. أحسنت، وكان حتى الاستهداف، نذكر الاستهداف كان قليل في المتابعة، قليل بالمشاهدة، الإعلام الموجه عليه مو ذاك القوة. وكان أكو بديل، البديل موجود. أنت تقول هذه المنتديات، كيف البديل ما موجود وأكو ضخ كبير من جانب الإعلام وجانب الجهات اللي يعني اللي الواجهات اللي تدعو للتحرر والانفلات وان يعيش بعيدا عن الضغوطات الموجوده. هذا اهمال اهمالين. نحتاج البديل الموضوعي لهذه المنتديات بما يلائم الشاب اليوم، شاب العصر. طيب. شاب العراقي. طيب. استاذ لطيف، خلينا نوضح مفرده جدا مهمه، التحرر. ما هو التحرر الذي يريدونه وما هو التحرر الذي يدعو له الدين او نحن ندعو له؟ الدين يدعو له الاتزان. أنا أرجع أقول الشاب لما فهمه، شاب العراقي حصلا، ويفهم شنو طبيعته. نعم. راح يجد أنه التعاليم الإسلامية جت منسجمة وهذه الطبيعة. الدين يدعو إلى الاتزان، أن يكون العقل له لين قليل، ويكون تكون العاطفة لها اتزان في العقل، هذا الموازنة. ولعل الدور اللي لعبه الرجل والمرأة، الرجل موجود كأنما فكري
بحت في أغلب الأحيان يحتاج إلى لين من الجانب العاطفي في المرأة. نعم. الجانب الموجود في العاطفي في المرأة يحتاج إلى اتزان من خلال إرشادات الرجل، وهكذا هي الحياة مبنية على التعاون. اليوم دعوات التحرر تجعل له قنوات وتفتح له باب من الخيال، والشاب خيالي خيالي، نحتاج قدر المستطاع أن نكون له نوع من الاتزام من خلال التوصيات والإرشادات في لين أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم. أنا أعتقد اليوم الصورة واضحة عند الشباب في أغلب الشباب، لكن مشكلتنا بالأسلوب. الشاب اليوم في أغلب الأحيان ما ينفهمي أنه مرحلة المراهقة تنتهي في كذا عمر وتبدي مرحلة الشباب. طيب فيتجاوز بمرحله المراهقه المحصور اللي هنا يوقف من جانب الشباب وادافع عنه. الا تتصور او ما تتصور انه الدين يضع الكثير، حسب ما يتصور الشباب اليوم الداعي للتحرر، ان الدين يضع الكثير من التابوهات والكثير من الحواجز امام مهاراتهم ومواهبهم وهواياتهم؟ لا اولا انا ارجع اقول هو ما معناته الدين. الدين ما معناته، هو عقيده، يعني اصول الدين، توحيد، عدل، نبوة، إمامة، معاد. عقيدة ينبثق منها نظام للكون. الله لما يضع النظام الكون يضع أمور توالي من فطرة الإنسان وتجعل له قنوات للتنفيس عن غرائزه بقنوات مشروعة. يقول هذا الشاب أدى ضغط، يصير ضغط غرائزي عنوان الزواج، يصير بديل الزواج أو تنفيذ الزواج. وواجب الأب إذا يقدر يعين ابنه على الزواج، الولد هم يسعى لقرضية الزواج، فيجعل الزواج حصن حصين للشاب نتيجة الضغوطات الموجودة في غرائزه. الدين يضع هذه البدائل. مسائل التحرر يجعل له حرية التعبير، يجعل له حرية التفكير، يجعل له حرية السؤال والاستفسار، يحترمه إذا كان مفكرا ويطرح شبهة خطر يبحث عن جوابها. أين القيود؟ أما القيود أن يضرب كل القوانين كما في بعض الأفكار كالشيوعية وغيرها، أن تكون المرأة هو ملك عام وينضرب الزواج وتنضرب الأسرة وينضرب كل شيء. هذا حالة من الانفلات. الحرية بقيودها، العالم كله حتى بالدول المتحررة اليوم نشاهده تضع حرية، تضع قيود للحرية. الدين وضع قيود للحرية بما ينسجم مع فطرة الإنسان ونفسيته ويدفعه للسعادة في الدار. أنا لا أدعو أو لا أسأل عن الحرية، ولكن أسأل عن المحرمات والمحللات. تعلم صار لطيف، هناك الكثير من المحرمات التي يرغب بها الشباب، مثال الموسيقى وغيرها. طيب الشاب من يشوف أن الدين أو يصطدم بهذه الحقيقة أو هذا التشريع الموجود في الدين، كيف من الممكن أن يستقطب اليوم أو تستقطب مظلة الدين هؤلاء الشباب وهم يصطدمون بهذا العائق؟ احنا رجعنا إذا نقول قيود. الشاب اليوم إذا كل شيء يريده يندفع أنه ما يعرف آثاره. يعني اليوم علم النفس يصل بنتيجة أو الطب النفسي يصل بنتيجة أنه السير في هذه المحرمات يجعل لك نتيجة كذا، قد تكون هذه النتيجة نفسها في بيان الحكم الشرعي في حرمة كذا أمر في تعليله. نعم. وقد لا يكون مجرد أمر تعبدي ذكر ذكرة الرواية أنه هذا الأمر محرم وانتهى. الشخص أو الشاب لما يصل إلى فهم الدين ووعيه والالتزام الديني ويسلم إن الله حكيم ويسلم إن الرسول صلى الله عليه وآله جاء رحمة للعالمين، يسلم في قضية التزامه بهذا الحكم الشرعي. أما يذهب مثل مع احترامه لأكل لحم الخنزير لأنه يشتهي لحم الخنزير والإسلام حرمه، ولا يقتنع في هذه الرواية لأنه حالة من التقيد، ولكن لما يصدم بالتقرير الطبي لما يقول هذه الأكل لحوم الخنزير تسبب 1-2-3 من سلبيات على الصحة، لماذا؟ لابد. هو لو كان مسلما بخالق حكيم ومسلما برسول رحمة العالمين، ربما لأنها سلم. أمور غيبية، ربما لأن الأسباب لم تكن واضحة وجلية أكثر مما أصبحت في النظر العلمي. يعني. خل أطلع لك، أنا لازلت مقيدا في سبك العبارة، وهذا أنا حقيقة متضايق من عدل، لازلت مقيدا في المصطلحات. خل أطلع من أتم. تفضل. خلنا بالعامية. بالعامية. الشاب العراقي اليوم حقيقة يعاني من ضغوطات، وأغلبية ضغوطات الشاب هو هروب من معاناة، ده يشوف الواقع الموجود في البلد ما يصلح من قبل السياسيين، الواقع الموجود في البلد ما ينهض به، وهو عنده متطلبات. يعني ده يعبر عمره لا يجد عمل، قالوا له يا بدرس وكمل دراسة وما لقى وظيفة، باوع للوظيفة وتسلسل الوظائف يحتاج له 5 سنوات 10 سنوات لو يحصل وظيفة، لو ما يحصل لو يدفع رشوة،
مو مش الشعب العراقي اليوم مظلوم ظلم مو طبيعي حده. هسه اكو شعب عراقي انظلم بحقبه زمنيه من الستينات والسبعينات والثمانينات للتسعينات حد اليوم مثل الشعب العراقي. ليه يقول لي يابا ترى احنا عشنا خسار صحيح، ليه يقول لي يابا عشان عشنا حروب صحيح، بس الضغط النفسي للشعب وتشويش الرؤيه عليه اليوم لا يمكن طاقتها. ولو هذا الجيل هسه جيل الاباء بطريقه ما تعيش جيل الشباب وترجع كم سنه يعود شابين مو اقول له اخبره بما معلش مشيبه يجوز نجده يلزم لعبه بوجي ويلزم يركض غير وما يسيطر عليه مع احتراماتي للاشخاص الناضجين اللي عندهم دين الواضعين واعين، ولكن في قبال اغلبيه الاباء اليوم يلوم الشاب وما وجد له بدائل او يصور شاب قاصر، لا شاب واعي ويفتهم ويعرف الوضعيه شنو، ولكن اغلبيه هروبه هذا اعتبره هروب، هروب من الواقع نتيجة حالة من الياس عدم وضوح الرؤية وعدم حلها لا أكثر. طيب سمعنا في التقرير اللي شاهدناه في بداية حلقتنا اليوم أن العراق يعد من أكثر الدول شبابا وأن نسبة أكثر من 50% هم من سكان العراق هم من الشباب تحت 19 عاما، يعني هذه النسبة الكبيرة من الشباب اللي تتمناها الدول الهرمة حسب ما جاء في التقرير. يسيطر على هذا المجتمع الذي يتعدى 50% منه شبابا الكبار، ما هي قواعد اللعبة بين الكبار والشباب وكيف من الممكن أن تكون اللعبة لصالح الشباب؟ شوف هذا التقرير يكشف طمع الدول الاستكبارية أو الدول اللي تحتل البلدان من خلال هذه يعني قوة الشعب في هذا، وعلوا البعض يقول هكذا أنه لما شاهدوا هذه النسبة الموجودة عند الشعب في الشعب العراقي نسبة الشباب كثيرة موجودة اشتغلوا عليها فترة سنوات في سبيل تضعيفها، ومن وضحت الرؤية عندهم القناعات أنه هذا الشعب العراقي شاب ضعيف ملتهي بالألعاب ملتهي بمواقع التواصل ملتهي في نفسه هامل أهله هامل ناسه هامل دراسة هامل هامل هامل، بالتالي هذا ضعيف يمكن. صارت قضية داعش ما تحركوا بداعش إلى أن وصلوا حالة من اليقين تماما أنه الشعب العراقي شبابه هرم فقد الروحية فقد القوة فقد الإرادة. من تحركوا لأن قوة البلد بالشباب وحكمته بالكبار جتهم المفاجأة، الشاب اللي كان يصوروه مايع نفسه هذا حمل السراح وراح قاعد، ولا زالت المراهنة. الصدمة اللي صارت عندهم انه هذا الشاب اللي كانوا يتراهون عليه انه ممكن يغزون البلد في ليله وضحاها اجتهم فتوى وجا شاب لبى نداء الفتوى. هاي نقطه كود نفتهمها، المراهنات على على الشعب العراقي وشباب الشعب العراقي اللي يحمل حب علي ومحمد والحسين واهل البيت، هذا شعب ما يموت وشبابه ما تموت ان شاء الله، وش قد ما ينخدعون بهاي التقاريرهم انه تصور الشاب ممكن يتماوع، لا انا اقول لك هذا تسليط ضوء على جانب سلبي والخير كله بالشعب العراقي. احسنت. طيب استاذ لطيف يعني راح ينضم لنا اليوم ان شاء الله في حلقتنا نموذج جميل عن الشباب وخصوصا الشباب الكربلائي وما يقومون به من فعاليات ثقافية واجتماعية جميلة. خلينا نروح إلى فاصل قصير وإن شاء الله نعود لنستقبل ضيفنا الشاب. إذن مشاهدينا الأحبة لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير ونعود إليكم، كونوا بالقرب. خلينا نحكي بالبداية كشكل محلي أنه هواية أكو مصاعب يواجهها الشاب العراقي. من هذه المشاكل انه الشاب العراقي ما عنده حريه مطلقه بتعبير عن رايه او بتعبير عن لبسه او بتعبير عن الامور اللي تخصه واللي تخص البقيه. يعني هذه المشكله انه بسبب انه اكو احنا كل مناطقنا بها تقاليد خاصه وبها فد امور وفد حفاظات يعني عائلية حفاظات مجتمعية لازم يراعيها الشاب، فلذلك بداخله يكون مقيد مع أنه يتعامل مع هذا الشخص أو يتعامل مع هذه العائلة أو يتعامل مع هذه المنطقة، بينما الحريات اللي موجودة بالدول الأخرى أكو بها نوع من الانفتاح. كوني أنا ما يعني ما معايش أنه شباب دول الخارج، بس من خلال استطلاع أنه نعرف أنه عندهم تقيدات من خلال أنه بسبب صراحة يعني أكو هناك قلة دين، قلة الدين تسبب إلى أنه
الشاب يكون حذر حتى من أقرب الناس إلى حتى من صديقه يكون حذر، يعني ما يعرف أنه صديقه شنو المقابل اللي راح يقدمه إليه، أو يجوز مثلا يعني يسبب له فد مضرة أو فد نفع لكن هو ما يعرف به، فيعني يكون مقيد بهذه الأمور. يعني هي إذا نريد نجيبها على المستوى العام أو الدول الخارج أو العراق، إحنا نشوف اليوم الشاب أبسط شغلة نقدر نحققها إلى أو هي صعبة عليه هي الوظائف، فرص العمل. مثل ما دشوف إحنا عندنا هواية خريجين، عندنا كلش هواية كفاءات، بس مع هذا إنه فرص عمل كلش قليلة. يعني هسه إحنا ذا نلاحظ من نطلع للشوارع أو نتجول أو نتبضع نشوف بعض يعني كل الشهادات ماجستير، شهادات عليا، شهادات يعني واصلين مستوى دراسي، بس مع هذا إن هم يشتغلون كاسب. يعني هذا يصير احباط بداخله، يصير عنده فد ردة فعل من المجهول انه خلاص انا اريد مستقبلي، انا درست وانطيت فلوس وسنين وعانيت وتعبت، فلازم انه يكون عندي فد شيء انا اريده الي خاص، وظيفه خاصه بي. يعني انا دا اشوف حتى هسه التعيينات اللي دا يتعينون ما يتعينون انه اجى بكفاءته، لا اكو بعض واسطات اللي احد يتدخل ذاك يتدخل حتى، بس احنا هسه هو قلت لك اصعب وضع جاي يصير عندنا انه الكفاءات والخريجين قاعدين على الطالب والطالب كل شيء. ما انا راح اقول لك بصوره مختصره انه الدول العربيه يصير عندهم هذه الحالات اكثر، السبب شنو ما اعرف، بس اللي اعرفه بالعراق انه احنا واصلين الى مستوى الناس اللي عندهم شهادات وكفاءات خلاص قاعدين وساكتين. يعني هاي من ضمن الصعوبات اللي طبعا اكيد اكيد لعد هو اليوم اني كاليوم كشابه كبنيه درست وتعبت اريد هذا حق السنين اريده يرجع لي، اليوم اني اريد وظيفتي، اريد مكاني اللي اني تعبت له، اريد طموحي اللي اني بديت يعني من بدايه عمري وسنين ابتدائيه واعداديه ومتوسطه وصلت كليه خلاص انا تخرجت صار عندي شهاده انا ثبتت نفسي، ايش وقت اقدر اني هذه الثمره استلذ بيها، ايش وقت يكون عندي فد حافز قوي انه اني خلاص وصلت هذه المرحله لازم، بس احنا ابسط المراحل ولو فد شيء بسيط ما نقدر نوصل لها. المشاكل عموما اللي تواجه الشباب في العالم في الشرق الأوسط هي نقطة رئيسية هي البطالة، ولكن الاختلاف اللي يحدث بين الشباب الغربي والشباب الشرقي اللي موجودين بالشرق الأوسط، هناك في الشرق هي فوضى القوانين، ولهذا ينتهز الشاب الفرصة وتتاح له الفرصة من خلال اختراق القوانين، ولهذا يمول نفسه ويستطيع أن يتغلب على جزء من هذه المشكلة وهي البطالة. ولكن المعاناة اللي يعانيها الشاب الغربي اللي وقع القوانين وقوتها وصرامتها على الإنسان الغربي وخصوصا الشباب راح تحد من هذه الفرصة اللي راح تتاح. وإحنا يعني نلاحظ أن أوروبا الآن تمر في أزمة اقتصادية خانقة اللي تمر بها الآن فرنسا من احتجاجات، وانتقلت هذه الاحتجاجات إلى هولندا وإلى بقية البلدان الغربية. هو هذا سبب القوانين الصارمة وسبب البطالة، وأكثر هذه المحتجين هم من شريحة الشباب. دول الشرق الأوسط اللي يعني الفرص ماكو هي فرص حقيقية، ولكن هناك فوضى بالقوانين. يعني الشاب بالشرق إذا يريد يقدر يفتح محل يقدر يفتح محل بكل سهولة، وإذا ما عنده يفتح بسطية، ولكن في الغرب هناك صعوبة المحل أو المخزن اللي يريد يفتحه أو الأسواق اللي يفتحها هناك ضريبة وهناك شروط صحة كثير من القوانين. يعني هاي تقيد الشاب من الحركة، ولهذا لازم يخضع لهذه القوانين لأن هناك عقوبات صارمة تواجه هذا الشباب. إذن هذه عودة إليكم مشاهدين الأحبة بعد أن شاهدنا هذا الاستطلاع، والحقيقة يعني التنظير والتشخيص لا ينتهي، ومشاكل وقضايا شبابنا في العراق والعالم بصورة عامة تحتاج لحلقات وحلقات ومؤلفات وحوارات كثيرة، ولكن دعونا اليوم نكون متفائلين أكثر وإيجابيين أكثر وننظر إلى نصف القدح الممتلئ بالماء، ونستضيف ونرحب بضيفنا الجميل الأستاذ يونس القلقاوي. حياك الله أستاذ يونس. أستاذ يونس القلقاوي طالب في كلية القانون وناشط مدني وعضو في عدد من الفرق التطوعية في محافظة كربلاء، رحب بك من جديد
ونشكر حضورك ويانا. الله يخليك. أشكرك أستاذ إبراهيم. طبعا بالبداية السلام عليكم. صراحة يعني الفكرة الجذابة للبرنامج أنه يعني تسليط الضوء على شريحة الشباب هالشيء الإيجابي للغاية. فشكرا لكم لحضراتكم وشكرا للجمهور. وأهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم. حياك الله. أستاذ يونس، خلينا نبدأ من بدايتك مع الشباب والفرق التطوعية وشلون دخلت إلى هذا المجال، ولكن باختصار. تمام. صراحة يعني مثل هواي من الشباب الموجودين يعني بالمجتمع أو الطرف الثاني، كانت فكرتي عن العمل التطوعي ممكن نقدر نقول شيء سلبي بحكم لا. كم تجربة معينة عممتهن على الغالب من الفريق من المتطوعين. طيب. لكن قبل مدة بمخيم الأربعين، مخيم حمل الشباب هنا، لاحظت أنه لا، الشباب المتطوعين مو هم نفسهم الفكرة اللي يعني مو نفس الفكرة اللي عندي عليهم. يعني ممكن كانت فكرتي أنه الشباب المتطوع الشخص اللي يمارس التطوع هو شخص يبحث عن الشهرة أو يبحث عن صور أو أو أو, أو ظهور إعلامي، لكن وجدت عكس هذا للغاية. يعني من خلال عمل إلى عمل إلى عمل لقينا الشاب هو بالعكس، مرات يبتعد عن هذه الأمور، يعني يبتعد عن الكاميرا، يبتعد عن الصورة إلى آخره، ويحاول دائما أن يكون عطاءه، يعني بعض الشباب دائما يكون عطاءهم خفي ويتجنبون الظهور الإعلامي. فهذا قوة صلتي بهذا الجانب، أنه أزاد ذيك الفكرة السلبية. إضافة لذلك وجدنا أنه من خلال التطوع نقدر نقدم شيء أكثر مما نقدر نقدمه فرادة أو يعني مفردين أو كأفراد. جميل. بحكم الفريق التطوعي والجو والتخطيط إلى آخر هاي الأمور الجماعية، راح نقدر ننتج شيء أكيد أكثر مما نقدر ننتج إحنا وأفراد يعني. جميل. طيب، أسستوا مع كادر أو مجموعة من الشباب وياك من الزملاء فكرة شارع الثقافة في كربلاء. شنو اللي الفكرة اللي انطلقت من هذا المشروع، وليش أسستوا هذا المشروع أساسا؟ صراحة يعني أكون صادق، حضرتك أنا من المؤسسين لكن أنا من المتطوعين، من الأعضاء الفاعلين. أشكرك أستاذ إبراهيم. من الموجودين بالشارع. الشارع فكرة الأساسية أنه يكون أكو ملتقى على غرار شارع المتنبي. إضافة لذلك أنه يكون في مساحة معينة للشباب لعرض مواهبهم. تلقى بشارع الثقافة أنه كثير من الرسامين اللي ممكن كانوا يعني ما يلقون مساحة يعرضون غير المعارض المدرسية مثلا، واللي أغلبها يحضروها مساتفة، قام يعرضوها بشارع الثقافة. الرواد صار يعني بمرور أيام صار رواد الشارع الثقافة، اللي هم من طبقة الفنانين مثلا المحترف والفنان الهاوي. فهذا هنا راح يتبادل مجموعة خبرات. جميل. كذلك القراء اللي يلتقون هناك، الندوات والأماسي إلى آخره. يعني رسالة شارع الثقافة ورسالتكم التطوعية شنو؟ رسالة شارع الثقافة أنه ممكن تكون يعني في مدار أنه شيء واحد أو مسار واحد، لكن رسالة التطوع نلقاها موجودة بأكثر من جانب. يعني تلقى مرات جانب الثقافي وجانب التطوعي، عفوا جانب الثقافي وجانب الصحي، جانب إعلامي وغيره غير من الجوانب التوعوية إلى آخره. عموم الرسالة أنه إحنا نقدر، يعني شاب عنده طاقة معينة يقدر يصنع الفارق هو بالتأكيد. يعني تلقى أغلب النهضات اللي مرت بالتاريخ أنه اللي كان اللي ماخذ الدورة أو المصدي لها هو شخص شاب. الإصلاح بدأ من شخص شاب دائما. لذلك تلقى أنه السالفة إن المجتمع ما بيه خير وتعبان والوضع سيء، وهاي العبارات يرددوها الكثيرين يعني. هاي العبارات يعني ما راح توصل النتيجة، على عكس أنه راح يقود العمل التطوعي أو العمل عموما، النشاط المحاولة الإصلاح راح تقود النتيجة، أو حتى على الأقل أنه تكون محاولة استحصال نتيجة. لكن مجرد ترديد هاي العبارات ما راح. طيب أستاذ يونس، شلون اليوم تقرأ دور الشباب في المجتمع العراقي أو في العالم بصورة أكبر حتى تكون النظرة عامة، يعني خصوصا بعد الأزمات وبعد الإحباطات اللي مرت على الشباب في العراق، شلون تقرأ اليوم دورهم وشلون تقيمه؟ طيب طبعا مثل ما تلاحظ أستاذ إبراهيم، اليوم الشاب يوم عن يوم أهميته تزداد أو تبدي. يعني هو مهم من البداية. من البداية أكيد. لا، اليوم دي يأخذ يتصدى، يعني دي يأخذ محاور أساسية ممكن قبل ما كان يأخذها. نطلع. مثلا حكومات أو دول تلقى رئيسها هو شخص شاب. هذا الشيء دائما يكون ويا المدن اللي خلينا نقول ويا الدول اللي نعتبرها متقدمة. فالعراق بحكم أنه دا يصير مفهوم النهضة كدولة نامية، ده نلقى انه دور الشباب ده يتوسع للغاية عنده. فتلقى اليوم الشباب صاروا صدق يعني
سواء الجانب الإيجابي اللي هو جانب الخير أو جانب السلبي اللي يبحثون عن سوء البلد، كلاهما ذن جانبين شافوا أنه هو الشاب ودوره، لذلك بلشوا يشتغلون عليه. فتلقى أنه العمل على الشباب شيء واسع والكل أدرك أهميته. واليوم لاحظ أن الشباب لا يأخذون جانبهم، يعني ممكن تقرير التقرير اللي ظهر بالبداية أنه الشباب حاير بمشاكله وما أدري شنو، لا أنا شخصيا بحكم موجود بالوسط التطوعي تشوف الشباب لا أخذوا على عاتقهم مسؤولية، ممكن أشخاص ومعنيين ما أخذوا هاي المسؤولية. تلقى الشاب اليوم دي يمارس أمور دي يقدم شيء للمجتمع، شخص هو يعني رسمي ما دي يقدمها بالمجتمع يعني. طيب. الآن تظهر على الشاشة أضع المقاطعة، ولكن تظهر على الشاشة مجموعة من الصور لنشاطاتكم التطوعية في محافظة كربلاء، وهذه الحملات اللي بين فترة وأخرى تسووها وتنشطون بها في مجتمعنا في كربلاء. اليوم شو توجه رسالة من منبرنا، من منبر ترندي الشباب وكذلك من منبر قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائي؟ طبعا رسالة للشباب أو رسالة اللي ممكن عبره مرحلة الشباب، للشباب أنه يا أخي يعني دورك اليوم عندك تخيارين، أما تبقى تنقد الوضع وتنتقده وتشكي بالضبط استاذ نطق، وما راح توصل نتيجة مثل ما الله وعد مثل تعبيرنا الدارج. اما لا تحاول انه تغير، حاول انه تصنع فارق معين، وانا اشوف انه اذا لما راح تحاول تصنع فارق معين فاكيد راح تجي نتيجه، لان ما حد ما راح يحسن هذا المجتمع، ما حد ما راح يحسن حال المجتمع غير انت نفسك، غير انت اللي راح تبادر عليه، مثل ما يقولون كن انت التغيير الذي تجاه العالم. وللي بالمرحله اللي ممكن عبره الشباب انه يطوم مساحه، يعني للاسف مرات نلقى بعض الكبار بالسن الخبراء يشوف ينظر للشاب بنظره قاصره انه غير قادر، انه غير لا يستطيع. نتمنى انه لا يكون مرن اكثر ويا الشباب. طيب. استاذ لطيف قبل ان تنضم لنا، اليوم قواعد اللعبه تتجه باتجاه الكبار اللي يلزم المناصب السياديه واللي يلزم اداره الدوله هم الكبار دائما، ف حتى في المجتمع اليوم في المجتمع احنا طبيعتنا هم طبيعه عشائريه، يعني الكلمه للكبار. لماذا لا تكون الكلمه؟ هي اساسيات، هي موجوده في الاصل، هي موجوده، والجانب العقلي يميل انه تاخذ التجربه من صاحب التجربه باعتبار خاضوا تجربه الكبار فيعطوها للشباب، هاي لا اكثر. شنو رايك استاذ يونس؟ والله صراحه يعني اكيد احنا ويا نقطه انه صاحب التجربه هو اكيد يعني عنده تجربه فمعلومات، بس كنا نقبلها على الطرف الاخر، يعني هو صاحب التجربه هسه هذه تجربه ثقافيه وانا ما عندي فانا استفاد من عندها بغض النظر عن العمر، بس اذا حفظنا هاي القاعده مشت. بس لا اكو نقطه مهمه استاذ لطيف، انه الشاب دائما يكون اكثر، يعني بواقع مجتمعنا اللي انفتح فجاه على موضوع الحداثه سوشيال ميديا تكنولوجيا وعموم الحداثه، ممكن الكبير بالسن يكون مرونته ويتقبل هاي الامور ويتقبل الحياه الحديثه صعب، بينما الشاب لا يكون اكثر واعي بالضبط، مواكبه وفاهمها واكثر واعي باتجاهها، فاجراء الشاب ويا هاي الامور يكون عاده ما نقول اصح ولكن يكون اقرب للحقيقه واقرب للصحه بحكم هو عده في مرور. اسمح لي بمداخله، يعني في عندك نظره بديت بها تفاؤليه وانا حقيقه ايدك عليها وايد هذا الشاب المبدع حقيقه يونس، انه اسئله كم سؤال، هذا المشروع هل تقف خلفه جهات سياسيه او جهات تمويليه؟ لا هي انا اجاوبك له، انا الاخوه الشباب الموجودين واكبتهم التقيت معهم، هذه الفكره هي ولاده نضوج حقيقي، ولادة معاناة، لأن من مصروفهم الشخصي دا يصرفون على مشروع، فكيف إذا كانت متبنيات من قبل الآباء ومن قبل المربين ومن قبل مؤسسات المجتمع المدني ومن قبل المؤسسات الحكومية، كيف هذا الشاب العراقي راح يبدأ؟ وأمر آخر، يعني أنا خف الوقت يسقنا وأخذ وقت يوسف، مسألة أخرى، إحنا الأمر الآخر المخفي في برنامجنا قد يكون ذكوري كما في التقارير الموجودة، لدينا بنات شابات يملكن من الوعي ومن المهارات إذا تأيدوني فيها ما يفوق التصور كما هذا المشروع هذا من ولكن من الصفر، هذا المشروع بدأ من الصفر وبدأ يرسم البسمة العراقية، وهذا المشروع هو ثمرة جهد النساء والرجال سويا، الشباب والشابات سويا،
ويمكن يأيدني في هذا يونس. يعني اليوم خصوصا الفتيات أو النساء في عمر الشباب بدأنا بأخذ دورهن الحقيقي، يعني المواهب المثقفات اليوم برزا على الكاتبات، مواهب متعددة للفتيات بدأت تبرز على الشاشة وبدأت تحصد جوائز عالمية سواء في الأدب والفنون المختلفة. أستاذ لطيف، يعني ماذا يريد اليوم الشباب من الكبار كونك من الكبار؟ يريدون الفهم. أنا سعادتي هذا لسان حال الشاب لما يفهمني أبويا ويصاحبني فعلا ويبدي يشعر بمعاناتي ويدعم أفكاره وطموحي. أنا ما أحدد، أنا ممكن إلي هواية أكمل مثلا أروح لعلوم حاسبات والأب يرغب في كلية أخرى، هذا مصادرة. ما علم ممكن أبدع، ممكن أصير أستاذ جامعي في هذا التخصص أو ممكن أخدم بلد بعد أكثر. القصد أنه النقطة الجوهرية المهمة أن يفهم الآباء الأبناء. أنا لو كنت شاب، واحدة من المعضلات عندي أن سوء فهم أبويا إلي. هذا يعتمد على من؟ يعتمد أولا مواكبته ومواكبة الضغوطات اللي يعاني من عندها وإيجاد البدائل ومصاحبته. الدين يطلب مصاحبة الابن، الأم مصاحبة الابنية، الدين يطلب القضايا التنفيسية لهذه الضغوطات، الدين يطلب أنه أكو مشاريع بدائل. هذا المشروع مشروع مهم تطمح به الدول، تدعم دعم طبيعي في سبيل تحتي وشاب. فكيف شاب عراقي هو من مال الخاص يواكب يصبغ مدرسة سرقها الآخرون، يبني مشروع سرقها الآخرون؟ هذا ما يدعو للتفاؤل. سرقة الدولة من قبل داعش، من قبل بعض القيادات في الخطأ والخيانات ودافع عنها الشباب. دعونا أن نثق فيهم، دعونا أن نتفائل فيهم، دعونا أن نفتخر بهم، دعونا أن نساندهم ونصاحبهم ونصغي إليهم. هو الشاب اليوم يريد بس تفهمه، ما يريد تصغيله، ولو أصغيله ممكن أمور تنفتح عليه خاصة بمواكبة العصر. وأنا أضم صوتي لصوتك لهذه الدعوة الجميلة واللطيفة. وأسأل أستاذ يونس نفس هذا السؤال، ماذا يريد الشباب من المجتمع ومن كبار المجتمع؟ طبعا استاذ لطيف، يعني ما بقى شيء، وهذا الصحيح وهذا الشيء اللي نحن نبحث عنه، انه يكون اكو تعاون. ثم ذكر انه دائما الاكبر سنا هو اكثر خبره، فشنو اللي يمنع انه من هذا الشخص الاكبر الاكثر خبره يمنح خبراته هاي للشاب الجديد، يعطي المساحه انه ينمي خبراته؟ بالضبط، هي هاي النقطه. فاحنا نحتاج هذا الشيء، او كشباب بعيد يعني كبعيد عن التطوع يحتاجون للغايه هذا الموضوع. كتطوع من المجتمع نحتاجه، يعني كفرق تطوعيه لاحظت انه اكفد نقطه اساسيه تخوف الواضح من بعض يعني بعض المجتمع او بعض يعني فئات المجتمع من موضوع التطوع. راسا اول ما يشوف فريق تطوعي راسا يربطه بانه هذا اجنده سياسيه او شيء تابع لغير دوله او الى اخره، او اكيد هذا مدعوم. بينما لما يجي للواقع يشوف الارقام اللي عندنا مثلا المبالغ او الماليه او للامكانيات البشريه الى اخره، فيلقاه يعني شيء بسيط ومو مال دوله ذي شيء كبير. بالضبط، اي ونتائجه كبيره. زين استاذ يونس، خليني استثمر وجودك ويانا بشكل اكثر واسالك، ما الفرق بين التطوع في العراق والعالم؟ صراحة يعني إذا نريد نقارن هاي المقارنة، فالفرق التطوعية بالعالم طبعا نضجت يعني نضوج الفرق التطوعية بالعالم أو نضوج فكرة التطوع بالعالم أكيد أكثر من الموجودة بالعراق. حكم العراق يعني ممكن حديثة هاي الفكرة، أو حديث بعد 2003 بلشنا يعني نشوف منظمات المجتمع المدني، الفرق التطوعية إلى آخره، فأكيد أكو مسافة. لكن كشباب أساسا ما نشوف فرق، بالعكس مرات نلقى الشاب العراقي او الشاب الموجود بالعراق امكانيات التطوعيه بذل الوقت والجهد ممكن نلقى اكثر الموجود هناك. بس يبقى الموضوع من ناحيه التنظيم، يعني اليوم نفتقر مثلا لقانون التطوع فرق التطوعيه، عفوا القانون الفرق التطوعيه، واللي بلشوا يعني يوم يمكن كان اكو فد مؤتمر حول هذا الموضوع وبلش اكو كان محاولات سابقه، بس مع ذلك ما نشوف اكو فد قانون الفرق التطوعيه يحميها او يطيف صفه رسميه. من ناحيه الدعم او الدعم المادي او الدعم بالموضوع الموافقات الى اخره، النقل، الحمايه، ذني الامور، نلقى فد ما نقول
يعني الدولة منتهية بأمور ثانية، فهاي الأمور يعني تشوفها شلون ثانوية أو هيجي، فأكفى التقصير كبير للغاية. وللعلم أن هذه الأمور مهمة وباتت من المتطلبات بالضبط اللي يحتاجها المجتمع اليوم، العمل التطوعي حتى يعزز انتمائك لهذا الأرض، يعزز ولائك لهذا البلد. أستاذ يونس أدركنا الوقت وأستاذ لطيف، ولربما ستكون لنا حلقة أخرى متممة لموضوعنا هذا إن شاء الله. مرون نذكر البنات بها شابات اليوم برنامج كله مصادر للشباب، أكيد هو عندنا طاقات الشباب والشابات هم مستهدفين في هذا البرنامج، وإن شاء الله نركز على كل قضاياهم ومشاكلهم وكل ما يهمهم في حياتهم اليومية. خليني بالبداية أتقدم عفوا بالشكر والعرفان لحضورك ويانا أستاذ لطيف الباحث الاجتماعي والمختص في التنمية البشرية، شكرا لحضورك ويانا، وإن شاء الله راح تكون خير رفيق وأجمل رفيق إن شاء الله في برنامج ترند الشباب. وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل إليك أستاذ يونس القلقاوي الناشط المدني والعضو في عدد من الفرق التطوعية في كربلاء، شكرا إليك وشكرا لجهودكم ولكل ما تقدموه المجتمع من طاقة إيجابية وجمال دائم، شكرا لكم. كذلك الشكر موصول لكم أحبتي المشاهدين لبقائكم معنا طيلة فترة هذه الحلقة، انتظرونا في الأسبوع القادم على رأس الساعة 8 مساء، إلى اللقاء.